اليوم راه نتكلم على واحد الحالة ديال واحد المراجع الشاب اللي في عمره 28 سنة، واللي راجع لأن عنده واحد المشكل اللي هو واحد الألم في الخصية ديالو، وعنده كذلك كندير واحد التحاليل ديال المني 2019 واتضح على أن الحيوانات المنوية يعني ثقيلة وقليلة، سكون ابل استينوسبيرمي. استينوسبيرمي هي بمعنى على أن الحركة ديال الحيوانات المنوية قليلة ضعيفة. لأن يعني علاش هذه القضية مهمة جدا؟ حيث من تيكون مثلا يعني العلاج وتيكون القذف، يعني داك الحيوانات المنوية مثلا يعني حتى تتحرك وتدخل لوسط الرحم ديال المرأة، من المهبلة راه تنتقل إلى الرحم عن طريق يعني الفم ديال الوالدة، ونطلع للقرن باش تلقح البويضة ديال الزوجة ديالو. لأن هاد القضية يعني مهمة، في حين إذا كانت الحيوانات المنوية يعني عيانة تعبانة ضعيفة ما تتحركش بزاف، إذن هنايا ما راه تقدرش تقوم بهاد القضية، وتقدر إذا تفسر علاش من أسباب ديال العقم. يعني واخا كاين المني ولكن الحيوانات المنوية يعني الحركة ديالها ضعيفة، سكون أبيل يعني تنسميو أستينو سبيرمي. وهو ماشي تيعاني من هذه القضية، تيعاني حتى كذلك أوليغوسبيرمي. أوليغوسبيرمي بمعنى على أن حتى المني قليل، لأن عنده مشكل أوليغو أستينوسبيرمي، بمعنى واحد الناحية المني قليل، وواحد الناحية أخرى الحيوانات المنوية الحركة ديالها ضعيفة. إذا هذه القضية يعني طبعا ملي دار التحليل الأول والتحليل الثاني جوج نوبات، يعني الفرق بين سنة، وجبر نفس المشكل. فطبعا هو عنده واحد المشكل كذلك ديال القذف السريع، وعنده مشكل ديال الرغبة الجنسية، وموسوس من هذه القضية هذه، ما عرفش واش غيولد واش ما يولدش، واش يمكن يتزوج ما يمكنلوش يتزوج، يعني مقلق وموسوس من هذه القضية. طبعا يعني ملي جا عندي قلت له واش عمر شي واحد قلبك؟ قال لي لا. قلت له واش كلا بدا تقلب يعني باش نشوفوا شنو عندك، يعني منين جاي هذا المشكل هذا. طبعا ملي فحصته يعني داخل العياده، يعني طبعا هنا يتضح على ان عنده دوالي الخصيتين، يعني وخصوصا الخصيه دوالي وحده، يعني بمعنى عنده الفاريكوسيل. الفاريكوسيل هو بحال الفاريس او داك العروق اللي تيكونوا منفوخين يعني فوق يعني الخصيه، تيكون واحد العروق بزاف منفوخين، وهذه تتسمى دوالي الخصيه. وملي تيكونوا منفوخين اش تيديروا؟ يعني تيبداو ياكلوا من الفوله، تيبداو ياكلوا من الخصيه، وداك الخصيه يعني شهر على شهر شهر على شهر تتولي تضعف، وتتولي يعني تقدر على انها تولي قد هكا صغيره جدا. وهنا عندئذ يعني طبعا الحيوانات المنويه راه تقل. المشكل بعد النوبات الا كانت من جهه واحده راه لا باس، ويقدر يكون داك دوالي الخصيتين يعني من جوج جهات، من الخصيه اليمنى والخصيه اليسرى. وهنا راه يأثر طبعا يعني المشكل الكبير هو العقم. علاش؟ لان يعني هنا يتأثروا على الخصيتين، وهنا ما تيبقاش داك الانتاج ديال الحيوانات المنويه. اذا هذا كان من الاسباب الرئيسيه علاش عنده الحركات ديال الحيوانات المنويه قليله، وعلاش عنده المني ديالو كذلك قليل. فطبعا عطيته يدير واحد ليكوغرافي، يعني واحد تصاور على الخصيتين ديالو باش نشوفوا يعني فعلا يعني هذه القضيه ديال دوالي الخصيتين ديال الفاريكوسيل. وهو العلاج ديالو بسيط، يعني فقط تكون واحد العمليه جراحيه اللي تقوم بها يعني طبيب مختص في المسالك البوليه، عمليه بسيطه. اذا علاش تنشرح لكم هذه القضيه؟ باش الا كان شي واحد مثلا عنده شي مشكل بحال هذا القبيل ما تبقاش عايش بداك المشكل. علاش؟ لان من الاثار السلبيه ديال هاد الدوالي الخصيتين هو انه يسبب لك العقم. فطبعا ماشي الاغلبيه ديال الرجال اللي تيتزوجوا تيبغيو يولدوا، هذا شيء طبيعي، وحتى المراه كذلك متى تتزوج حتى هي تتبغي تولد. اذا ما تبقاوش عايشين بهذه المشاكل، مشكل بسيط ديال دوالي الخصيتين الفاريكوسيل. واذا حتى علاش قمنا بهذا الفيديو هذا؟ باش الا عنده شي واحد شي حاجه بحال هكا يتعالج في اقرب الاوقات. شكرا لكم، اتمنى تشاركونا اذا في الصفحه فيسبوك ديالي دكتور بنياشو، يوتيوب دكتور بنياشو، انستغرام دكتور بنياشو، ونلتقي بكم كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل.
طبعا نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب. رقم الفحص هو الواتساب 06 64 00 95 50 00 64 00 95 50، ولكن فقط للفحص، ما تبقاش تصيفطوا لي الله يخليكم الاستشارة، لأن تتوصل بآلاف ديال الأسئلة وما يمكنليش أنا رد، يعني فقط أنا نرد على الناس اللي باغين الفحوصات. فشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.